دلوقتي من شويه معاكم محمود الامير. اتوقع ان اغلبكم حضر معايا سيشنز قبل كده، وان كان اللي ما حضرش معايا فانا بشتغل مستشار تدريب في برنامج كوادر السلامه في السعوديه، وده برنامج قومي المملكه العربيه السعوديه بتشتغل عليه على تاهيل الاف من الكوادر العامله في مجال السلامه والصحه المهنيه باعتباره مجال استراتيجي، وده يأتي ضمن مصوغات رؤية المملكة 2030 اللي أحد عواملها هو تأهيل الموارد البشرية الوطنية في المجالات الحساسة ومن ضمنها مجال السلامة والصحة المهنية. أنا عندي دراسات عليا في مجال السلامة، من ضمنها ماجستير في إدارة المخاطر، وبشتغل حاليا على دكتوراه في إدارة الحشود، وده طبعا يعني فرع من فروع السلامة والصحة المهنية. بشتغل في مجال السلامة من 12 سنة، قدمت خلالها أكثر من 3000 ساعة تدريبية. حاضر معايا في طبعا سواء كان لأول مرة أو بشكل مكرر في السيشنز دي كلها أكثر من 50,000 متدرب أونلاين زي ما أنتم معايا دلوقتي أو حضوري أو فقاعات أو غيرها. هقدم إن شاء الله معاكم البرنامج ده على مدار 10 ساعات تدريبية هنبدأها اليوم، هيكون على 5 أيام إن شاء الله. البرنامج هو برنامج تأسيس، يعني اللي ما حضرش السلامة نهائياً أو ما يعرفش حتى أساسيات السلامة أو المجال ده فيه إيه أو شغله إيه، هيجد إن البرنامج بالنسبة له سهل، مش هيجد فيه أي صعوبات أو معوقات في هذا البرنامج. البرنامج في المستوى يعني ما فيهوش أي أو كلام يعني يحتاج إلى خبرة سابقة أو إلى أي من الاعدادات السابقة. لا، انت تدخل معايا وانت ابيض، هتطلع ان شاء الله في نهاية البرنامج وانت ملم باساسيات العمل في مجال السلامة والصحة المهنية. اللي حضر منكم مشروع كوادر سابقا هيجد في فرق في هذا المحتوى عن محتوى كوادر، لان محتوى كوادر هو محتوى احنا نسميه قالب جامد، يعني بيجي كده بشكل مركزي للمدرب، اتفضل قدم المحتوى ده. وبنفس الوقت المتدرب والمدرب كلاهما مضطر ان هو يمشي بهذا القالب، لان في امتحان واختبار على هذا القالب، فبالتالي اي تغيير في المحتوى حيكون يعني سلبي على المدرب الحاضر، لانه مش حيفيد ان هو بالنهايه مرتبط باختبار معين عايز يجتاز هذا الاختبار. لكن الدوره اللي انت معايا فيها النهارده هي دوره حره، انا اقدر اجمع من كل بستان زهره، اجمع من هنا ومن هنا ومن هنا بما اراه ان هو مطلوب للعمل في مجال السلامه. طبعا المصدر بتاعي اللي انا بجمعه هو الاوشا، يعني انا بعتبر الاوشا الامريكيه هي مصدر، هي السورس لهذا المحتوى. زي للعلم يعني اي مدرب بيقدم لك برنامج اوشا او في كلمه اوشا او معهد بيقدم لك حاجه فيها اوشا، فانت لازم تفهم ان المقصد في هذا الامر ان هذا المحتوى معد وفقا للاوشا. طب هي ايه اصلا الاوشا دي؟ هو اللي هنتكلم عنه. كم مره تسمع كلمه اوشا اوشا، او كم مره تلاقي اعلان وظيفه واضح في ضمن شروط يكون يعني لديه شهاده تدريب في مجال الاوشا او اجتاز احد اختبارات الاوشا او ما الى ذلك. البرنامج ده فيه ميزه ان شاء الله الشهاده اللي انت هتاخدها في نهايه البرنامج هيذكر فيها اجتياز دوره السلامه والصحه المهنيه وفقا لمعايير الاوشا. ما دام الصوت كده افضل دلوقتي خلينا نكمل. انا كنت بقول في الفارق، يمكن ما كانش سامعني او كان في خراش في الصوت، فانا بعيد له بتكلم عن الفارق في المحتوى بين هنا وبين كوادر، في ان محتوى كوادر ومحتوى جامد. محتوى كوادر المدرب ما يقدرش ان هو يغير في ترتيبه او في محتواه، لان في النهايه مضطر ان يلتزم باختبار سواء كان هو او المتدرب اللي شغال معاه باختبار خاص بالمشروع او باختبار خاص بالمشروع. لكن دورتنا النهارده او برنامجنا النهارده ومحتوى حر، انا كمدرب اقدر ان انا اضع من خلاله يعني ما اراه اني المتدرب محتاجه لمجال السلامه. طبعا محتوى اوشا يا جماعه بنسمع كتير كلمه اوشا دي، تمام. اوشا يعني هي اصلا موضوع الدور. ليه؟ لان اوشا زي ما تعرف اختصار اوكيوبيشنال، اللي درس كوادر هيجيبها بسهوله، يعني اوكيوبيشنال سيفتي هيلث ادمنستريشن، اداره السلامه والصحه المهنيه. هذا المسمى يمثل اداره حكوميه فيدراليه لها قوه قانونيه ومسوغ قانوني عالي في الولايات المتحده الامريكيه. الاوشا هو مش بس اسم الاداره دي، في امريكا اصبح شائع ان الاوشا يمثل
القوة القانونية الفيدرالية المشرعة قانونا، يعني هي ضمن القانون الفيدرالي الأمريكي اللي بيحكي تفاصيل كاملة، كتاب كبير ضخم. لو انت حبيت تاخد كل محتويات الأوشا ما تفتكرش ان هي ملف اللي انا هشاركه معاكم او الملف اللي انت حملته سابقا او اللي انت سمعت عنه في اي مكان. محتوى الأوشا يا جماعة اضخم من ان يجمعه كتاب واحد او ملف واحد، لان الأوشا اتكلمت في جميع التفاصيل المتعلقة بإدارة السلامة والصحة المهنية في مكان العمل داخل الولايات المتحدة الأمريكية. فده يعني جعلها مصوغ قانوني وإداري ويعني ضبطي، يعني ضبطي ضبطي يعني تضبط، يعني زي ما الشرطة أو الجهات الضبطية بتروح لمكان معين تفتش عليه وتطلع مخالفة، دي احنا نسميها ضبطية، انها تضبط شيء معين، تضبط مخالفة معينة، فهي أصبحت أيضا جهة ضبطية مو بس جهة قانونية وجهة تشريعية وأيضا جهة ضبطية. وهنتكلم النهاردة في تفاصيل هذا الأمر، تمام؟ فإحنا هنتكلم النهاردة، محاضرة النهاردة هي ماهية الأوشا وإيش محتوياتها وكان في هذا كله، تمام؟ دائرة فندم التشريع اللي هو يعني تم اعتماده من أعلى جهة برلمانية في أمريكا عام 1970، وصار الأوشا لها كود معين. قلنا كلمة كود دي دايما تشير إلى، يعني أنت اللي حضر معايا قبل كده فاكر إن أو المحضرش حتى أعيد هذه النقطة، إن كلمة كود دايما تشير إلى محتوى تفصيلي يشرح ماهية أداء الشيء. فالكود بتاعها في القانون الفيدرالي الأمريكي يحمل رقم 29، وده سبب إن أي معيار من معايير الأوشا تجد ويبدأ برقم 29. أي معيار متعلق بالسلامة والصحة المهنية في أمريكا يبدأ برقم 29، يعني 29 ده هو الرانك أو هو الترتيب اللي بيمثل الأوشا في القوانين الفيدرالية الأمريكية. طيب الأوشا احنا عرفناها طبعا، اختصرتها إيه؟ بأن هي Occupational Safety Health Administration. طيب أنا بس في أسئلة كان جاتني وأنا هجاوبها في هذه النقطة، إيه الفرق ما بين الأوشا والنيبوش؟ خلينا نبدأ الفرق ده من حيث مين اللي أصدر النيبوش ومين اللي أصدر الأوشا. الأوشا تختلف اختلاف كبير جدا جدا عن النيبوش، بل اني كمان في ضمن هذه الاختلافات اشوف ان الاوشا هي ما يجب ان يبدا به المبتدئ في مجال السلام والصحه. يعني اي حد داخل المجال بيقول السلام عليكم بيفتح الباب ان هو يفهم مجال السلامه، ان هو يبدا بدراسه الاوشا وبحضور الدورات الخاصه بالاوشا، وبعد كده يمكن ان هو يقدر ان هو يكمل في اي برامج تدريبيه زي النيبوش او غيرها. ده فرق رقم واحد. فرق رقم اثنين، أن النيبوش أصدرت من جهة أمريكية، بما يعني أنها إصدار قانوني وتشريعي. الأوشا إصدار قانوني، أنا قلت النقطة دي وفصلت فيها وكررتها أكثر من مرة، وفي مخالفات على على أنك أنت لم تتبع إجراءات الأوشا وكذا 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 داخل أمريكا، ولها قوة قانونية يعني كبيرة. اللي معاه كارنيه الأوشا في أمريكا، طبعا كارنيه الأوشا ده يا جماعة مش اللي بيسوقوه الإخوة، يعني مش عايز أقول كلمة نصابين لأن احنا في يعني في مساق أكاديمي وتدريبي، ولكن يعني الإخوة اللي هما بيشيروا أنا بديلك كارنيه أوشا. كارنيه أوشا يعني نضحك على بعض، كارنيه الأوشا هذا كارنيه يقدم للموظف الفيدرالي الأمريكي، بما يعني أن لديه ضبطية قضائية لضبط المخالفات. ده كارنيه الأوشا، مش اللي بيضحك عليك بقول لك أديك كارنيه أوشا. أما النيبوش لا، النيبوش ما تديش كارنيهات، ما فيش حاجه اسمها كارنيه في النيبوش. كارنيه الاوشا قلنا ان هو يقدم الى موظف الاوشا، بما يعني ان لديه ضبطيه قضائيه وقانونيه لتقييد المخالفات وكذا 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 الخاصه بالاوشا في اي موقع انشائي تحت الانشاء، يعني موقع من مواقع المصانع والصناعات المختلفه وكل المواقع التي تصنف داخل امريكا انها تابعه لنطاق الاوشا. بينما النيبوش لا، النيبوش وضعت، وده سبب اختيار النيبوش انها احد مصادر المادة العلمية لكوادر السلامة في السعودية، أن نيبوش يا جماعة وضعت كونها مقرر تدريبي مش تشريعي ولا قانوني. النيبوش وضعت أنها مقرر تدريبي يفيد بأن هذا الشخص باجتياز الاختبار النيبوش أن هذا الشخص مؤهل للعمل في مجال السلامة والصحة. ويركز النيبوش على الجوانب الإدارية في إدارة النظام. والنيبوش لها أكثر من إصدار، إصدار نظري اللي هو الاي جي أو الاي جي سي 1، والإصدار العملي اللي هو الاي جي 2 أو الاي جي سي 2 على حسب ما تكون شغال إمتى في النيبوش. النيبوش تغير المسمى فيها شوية، في النيبوش HSW، في النيبوش OBE،
انذارات نيبوش مختلفه، مش انذار واحد واحد وكلها باختباراتها واحد. اذا نيبوش وجدت لكي تكون امتحان، الاول كان امتحان بريطاني في السلامه والان اصبح امتحان دولي. انا ما دام ذكرت هذه الامور لازم اختمها باننا نفتقر قبل الكوادر طبعا لوجود امتحانات وطنيه في مجال السلامه. واني في السعوديه كان في مصر حتى الان ما فيش، في مصر ما فيش، في مصر في ما يسمى بالمركز القومي للسلامه ويوازي كوادر السعوديه، ما كانت التجربه المصريه في مجال السلامه، ان هذا المركز القومي للسلامه وضع نفس السبب انه هو يختبر، يعني يضع مناهج تدريبيه ويختبر الذين يرغبون بالتقييد او يكون مقيد كاخصائي سلامه في اي موقع تابع لجمهوريه مصر العربيه. هذا المركز هو يعتمد على هذا الامر وكذا، ولكن ما فيش تحديث، ما فيش اختبار له مقياس يعني دولي او له اعتماديه او له يعني يقول لك معتمد. اول سؤال يجي لك هذه النقطه، احنا في حاجه لها يحمل شهاده حكوميه، لا زالت الجهات من شركات وخلافه لا تكتفي بشهاده برنامج كوادر، وهذا ثغره احنا تباحثنا فيها مع الوزير سابقا، بان الجهات الـ يعني زي المصانع او الشركات او كده لما بتنزل على الوظيفي ما بتقولش انه انت معك شهاده كوادر محترف او ممارس وتسكت، لا يقول لك انا عايز شهاده نيبوش او شمال. طب ما انت ليه وضعت اختبار وطني يمثل الدوله وقلت انك لازم تجتاز هذا الاختبار للعمل في مجال السلامه، ومن ثم تطلب ايضا اجتياز اختبارات دوليه واختبارات بريطانيه وامريكيه في مجال السلامه؟ هذه لازالت موجوده ما انتهاش، بالتالي حيكون تحدي امام الراغب في العمل في مجال السلامه ان هو محتاج ان هو يجتاز الاختبار الوطني ويجتاز الاختبار البريطاني. في النهايه يا جماعه هو سباق، انتم كباحثين عن عمل كراغبين في التقدم في عمل افضل ووظيفه اعلى راتب اعلى مما الى ذلك، شغالين في سباق من يسبق الاخر، كل واحد بيجمع مجموعه من الشهادات، بيجمع مجموعه من المؤهلات وكذا 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 لكي يسبق زميله في فرصه افضل، سواء كان اول عمل او سواء كان ترقي في نفس العمل الى ترقيه اعلى او الى وظيفه اعلى. لا نحن ماشيين. فبس ذكر اجابه فكره النيبوش والاوشا، وانا محتاج نيبوش ولا محتاج اوشا، وانا امشي بانهي الاول، فانا اعتقد غطيت هذه النقطه تغطيه تامه. فلو سمحت باشمهندس يعني نزوم على نكبر الملف شويه بالزوم او ننزل شويه، احنا عرفنا الاوشا تماما وقلنا ان هي قانون فيدرالي وتحمل رقم 29 بين القوانين الفيدراليه. تمام. وقلنا يا جماعه اهم جزئين في الاوشا، اهم جزئين عندي في الاوشا هو في الاوشا 1910 و 1926. هنحاول نغطي في هذا الدوره عناوين كل من هو بقدر الامكان في 1910 و 1926. 1910 معنيه في حد عارف؟ ما دام احنا عديناها اسالكم فيها. حدش جاوبني؟ اللي كان جاوب كنا هندي دورة الجامعة كانا، بس راحت الفرصة، راحت الفرصة كده. 1910 معنية بالصناعات العامة و 1926 معنية بالإنشاءات. تمام كده؟ 1910 معنية بالصناعات العامة و 1926 معنية بالإنشاءات. أوكي؟ طيب هل دول فقط المعيارين اللي بيمثل الأوشا؟ لأن دي فكرة خاطئة وشائعة، شائعة حتى مع ناس خبرة في مجال السلامة من سنين شغالة في السلامة. يخطوا في هذا النقطة، يخطوا فيها ويفتكروا ان الاوشا مكونة فقط من جزئين 10 و 26. لا 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 لا، هم دول اكثر شيوعا والاكثر احتياجا اصلا. انت يا اما يعني معلش انت لو هتشتغل اخصائي سلامة في مكان ذو خطورة، يا اما في شركة مقاولات انشاءات في مواقع تحت الانشاء او في احد المصانع، ده الاغلب وده اللي بيكون في ادارة سلامة كبيرة، ولكن هتجد ان هناك جهات عادية، مبنى اداري تعليمي صحي لا يندرج الى 10 ولا الى 26، صح؟ هتقول لي صح. فبالتالي في اكواد في كل ما يتعلق ببيئه العمل، احنا بيئه العمل نسميها بالانجليزي اللي يحب ياخذ مصطلحات انجليزيه نسميها الورك بليس، الورك بليس، تمام؟ فالورك بليس يختلف، ومع اختلاف الورك بليس يختلف مع التشريع والكود والمعيار الذي يمثل هذا اللي هو مكان العمل والورك بليس المختلف، هي مكان الورك. بيئة تعليمية، بيئة إدارية، أي مكان. لكن الغرض من الأوشا في وجودها إيه؟ هو نفس الغرض اللي وجدت ليه اللجنة الوطنية للسلامة في السعودية ولا
المركز القومي للسلامة في اللي هو كانت زمان اسمها الثقافة العمالية، اسمها مركز الثقافة العمالية، وبعدين صار اسمه وزارة العمل في مصر. نفس المبدأ ونفس السبب، انك انت بتحاول تأمن بيئة العمل. يعني لما جت امريكا لقيت ان ايه ده، ايه الاحصائيات دي كلها؟ احنا قلنا ان اهم ما يحتاجه الباحث هو الاحصائية، الاحصائيات. عشان كده حتى في مجال السلامة بيديك كده يعني ريد مارك او خط احمر عند كلمة التسجيل في الاحصاء، انك تسجل تمام، وانك تبلغ، وانك تجمع احصائيات معينة، وادارة البيانات، واهمية ادارة البيانات في السلامة والصحة المالية. فهنا الاحصاءات اللي جمعت في امريكا في الولايات المتحدة الامريكية، لما جمعوا احصاءات وجدوا تزايد للحوادث، ونتائج هذه الحوادث من يعني نقول ايه، نقول اصابات بليغه، اصابات عاديه، وفيات. ونتاج او هذا الامر على الدخل القومي الامريكي او على الخساره القوميه الامريكيه، وحجم هذه الخساره بالدولار الامريكي يخسروا كام. بتحسب كده، انا في النهايه هعمل مشروع او اعمل مبادره وهكلفها ماديا، بغض النظر عن الناحيه الاخلاقيه في تكلفه ماليه عندي. اوكي، فانا هكسب ايه ماديا من هذه المبادره او من انشاء جهاز الاوشا؟ لو قلنا ان الاوشا اللي نفسي اتعملت او اعتمدت من الكونجرس الامريكي كمشروع تشريعي عام 1970، يعني كم سنه دلوقتي؟ 22 سنه، 52 سنه، 52 سنه من بدايه الاوشا. طب هم قبل الاوشا كانوا شغالين ازاي؟ عادي كده، مفيش قوانين امريكيه بتدي مخالفات في مجال السلام. وايضا هذا الامر كان في السعوديه لحد عام 2018، كان عندك الدفاع المدني بيفتش فقط فيما يتعلق بمنع الحريق، ويتعلق ب يعني الامور الثوابت الكهربائيه والالعاب الناريه وكده، لكن الدفاع المدني ما كانش له علاقه انه يدخل يشوف العمال دول شغالين بطريقه امنه او لا، ما كانش في نطاقه كده. حتى موضوع العمل في الاماكن الحاره اللي هي الشمس يعني ورطوبة وكده، وفي الصيف في مناخ السعودي المعروف، هذا لم يكن مخول في وزارة الموارد البشرية، معلومة ليكم مش عارف تعرفوها ولا لا. كانت الجهة اللي تروح تفتش وتطلع هذه المخالفة كانت وزارة الشؤون البلدية والقروية، ووزارة الشؤون البلدية والقروية المفروض ما لها علاقة بالسلامة، لكن هم قالوا لا، ما دام ان الموضوع يعني مقاولين ومقاولات ومباني وكده، ومين اللي بده رخصة المباني؟ هي الشؤون البلدية والقروية. فخلاص اذن الشؤون البلدية والقروية هي اللي تفتش، وهي تمشي على موضوع العمل في الاماكن الساخنه وكده، ده في نطاق السعوديه. طبعا المصار الخليجي، الخليج العربي للاسف، يعني انا اعترف يعني اقول هذا الامر وانا اقوله باسف، ان السعوديه تاخرت كثيرا فيما يتعلق بمتسوقات السلامه والصحه المهنيه، فيما يتعلق لما نقارنها بالامارات ونقارنها بقطر. قطر والامارات كانوا سباقين مؤخرا. طبعا احنا لو نتكلم عن الاسبقيه على كل الدول العربيه يمكن تستغربوا من هذه المعلومه، أول الدول العربية استباقا لوضع معايير وقوانين خاصة بالسلامة والصحة المالية هي مصر. مش علشان أنا مصري، لكن دي حقيقة، يعني دي أرقام يعني دي تواريخ. أوكي، لا مصر رقم واحد في البداية، ولكن في التفعيل الحقيقي والتفتيش الحقيقي للأسف حاليا وأنا أتحدث ما فيش قوة ضبطية حقيقية لوجود هذه القوانين. القوانين موجودة، عايز يطبقها في مصر هيطبقها، ولكن مين اللي يطبقها؟ مشكلة. تمام، لكنها استباقا القوانين المصرية من زمان، من الثمانينات والسبعينات، يعني بعد الأوشا بكم سنة؟ الأوشا في 71، وإحنا في مصر بدأناها في 79 و78. السعودية 2018، الخليج اللي عندك الإمارات، لا الإمارات بدأتها من عام 2002 و2003. فحتجد هذه الأمور مهمة ليك أنت حتى تشتغل في مجال السلامة، أو حتى لو مش تشتغل في مجال السلامة هتكون مدير مشروع في موقع انشائي، ولا هتكون حتى مهندس موقع، تكون عارف احنا فين مجال السلام، تكون عارف مين المسؤول اصلا عن تطبيق السلام. يعني انا لما كنت ادرس السعوديه واقول ان التامينات الاجتماعيه هي الجهه المسؤوله عن تلقي بلاغات السلام، الناس كانت تستغرب وتستبعدها في الخيارات، ايش علاقه التامينات الاجتماعيه؟ ما يعرفش ان التامينات الاجتماعيه هي اصلا بتقبض منك ومن راتبك، بتستقطع من مرتبك انت كموظف، انت كموظف عامل 2% في مقابل ان لما يصير لك شيء متعلق بمخاطر العمل تصرف لك، يقول لك اتفضل انا بعوضك. فهذه ثقافه نحتاج الى معرفتها احنا كموظفين وكعمال، سواء عاملين في مجال السلامه والصحه المهنيه او لا نعمل في مجال السلامه والصحه. اوكي،
يعني ما يحكر على العاملين في السنة. فده كان الغرض من الأوشا، ان هم يوجدوا برامج تدريبية ويضعوا هذه البرامج التدريبية ويقوموا هم بنفسهم بالتدريب او باعداد مدربين او اعداد معاهد تدريبية واكاديميات تدريبية لتقديم هذه الدورات واعتمادها. هناك في امريكا اي معهد تدريبي يقول لك انا معتمد من الأوشا خارج امريكا، او نقول في الشرق الاوسط يعني، لو اي معهد في دولة عربية قال لك انا معتمد من الأوشا، هو يعني حرفا واحدا يكذب، يسوق كذبا كذبا، لان الجهة الحكومية اللي هي الأوشا لا تعتمد معاهد تدريبية، لان هي حكومية لها دولتها، هي مش تابعة للأمم المتحدة زي الاي ال او. اي ال او اللي هي منظمة العمل الدولية، لا هي تابعه للحكومه الفدراليه الامريكيه. فايش دخلها بالسعوديه ولا بمصر ولا بالكويت ولا غيرها من الدول؟ هي تعتمد في بلدها، ماشي، تعتمد معاهد واكاديميات في بلدها. فاوضح لك هذا النقطه. فده ما يتعلق بالتدريب. ثاني شيء ما يتعلق بالتطبيق، الامبلمنتيشن، التطبيق. مين اللي بيروح يعمل جولات تفتيشيه ويطلع المخالفات هذه؟ الأوشا. مين اللي بيتابع تنفيذ التوجيهات نحو هذه المخالفات؟ الأوشا. مين اللي بيتلقى البلاغات من العمال؟ وفي رقم موحد هناك، نتمنى ان هذا الرقم ان شاء الله، وطبعا مش نتمنى، هو موجود هذا الرقم في السعودية ضمن رقم بلاغات وزارة العمل. ممكن تقول له والله انا عندي شيء سلامة وكذا وبلغ، لكن انا اتمنى ان يكون هناك رقم واحد خاص فقط بالسلامة، يعني ده موجود في امريكا بهذه الطريقة، وكذلك اتمنى هذا الامر في مصر وفي اغلب الدول العربية، لكن يكون في رقم خاص بلغات السلام. هذا موجود في امريكا، وهعرض لكم الرقم ده، لانك تقدر انت في امريكا تتصل بالرقم ده، تتواصل مع الأوشا بشكل مباشر وتبلغهم. فهذا له دلاله ان قانون الامريكي الفدرال الامريكي تعامل مع السلامه والصحه المهنيه ومخالفاتها بنفس قدر تعامله مع الامن القومي والارهاب. تعامل مع السلامه في هذا الامر بهذه الطريقه، ما فيش هزار. تمام. امريكا يا جماعه، الولايات المتحده كل ولايه حكم النظام الاتحادي فيها قوانين، ولكن في النهايه فيه 50 قانون، دول يعني ثابتين على الدوله الاتحاديه بشكل كامل. اي ما كنت انت في اي ولايه تسري عليك هذه القوانين، 50 قانون يسروا عليك بتوعك بغض النظر انت جاي منين. يعني حتى المخدرات، شوف المخدرات تختلف في تشريعها كقانون من ولايه الى ولايه اخرى، بينما السلامه والصحه المهنيه ما فيهاش هزار، اللي بيطبق في كل الولايات على مسطره واحد. انا شفته لاي درجه، يعني المخدرات يتهاونوا فيها في امريكا، لكن السلامه والصحه المهنيه ما فيهاش تهاون. فده كان الغرض من الأوشا. ننزل كده للصفحه اللي بعدها. طبعا الأوشا برضو يعني وزعت المسؤوليات زي ما احنا كنا نقول برضو الحكيم فؤاد، وزعت المسؤوليات ما بين اصحاب العمل وما بين العمال. انت لك مسؤوليه كصاحب عمل، وانت لك مسؤوليه كعامل في جهه معينه، بعارف اللي ليك واللي عليك. لو تم تفصيله في الأوشا بشكل مفصل، تمام. طبعا الأوشا لما وضعت باعتبارها قانون، القانون ده كله مراجع، كانت الدوره هذه مرجعها قوانين الأوشا. فالأوشا ما جاتش بسهوله قوانين، ده راحوا جمعوا كل ما يتعلق بالسلامه بانواعها المختلفه، ان كلمه السلامه كلمه عامه يندرج تحتها عناوين فرعيه للسلامه، زي السلامه من الحريق، زي السلامه المروريه، زي السلامه من كذا من كذا من كذا. يعني جمعيه امريكيه مشهوره زي الجمعيه الوطنيه للحمايه من الحريق واختصارتها NFPA. هذه الجمعيه معروفه باكوادها الخاصه بالحريق، اخذوا منهم ومن خبراتهم وانتهلوا من اهلهم بعلمهم، وقالوا اعطونا ما عندكم من خبرات في مجال الحمايه من الحريق، وسوقوها ودخلوها ضمن قوانين الأوشا، دخلوها ضمن قوانين الأوشا. معاهد هذه تحط مواصفات ومعايير وستاندردز زي الانسي، وده اللي هو الامريكان ستاندردز. اوكي، اخذوا ما عنده وحطوا، وهكذا كل الجمعيات وكل الجهات المعنيه راحوا لمحمود الامير، قالوا انت راجل تقدر تقرا كثير في السلامه، لك مؤلفاتك، تعال احضر معانا مثلا. يعني انا اديكم تمثيل، هذا الكلام عام 1970 طبعا. اوكي، اعطيكم تمثيل، اني تعال اعطينا ما عندك ناخذ منك في مجال السلامه عشان نضع معايير سلامه ثابته، وفي النهايه يطلعوا لنا ما يعرف بالأوشا. القوانين اللي هي خاصه بمخالفات السلامه اما في مصر او اما في السعوديه اساسا
محطوطه او متاخده او منسوخه من الاوشن للعلم يعني. اوكي يعني كمخالفات هي متاخده من الاوشن اغلب الدول. فعشان كده لما يجي يعني الانسان الداخل في مجال السينما يبدا بدراسته للاوشا يفهم بعدين كل القوانين وكل المخالفات وايش المفروض، لان الاوشا مش بس هي مواصفه او معيار ولكنها هي مصدر اغلب القوانين والتشريعات الخاصه بالسلامه في دولنا العربيه. فكره مواصفات افقيه وراسيه هي بتمثل اما انك انت بتتكلم على شيء عام زي الصناعات العامه، هي تمشي على جميع انواع الصناعات بنسميها مواصفه ايه افقيه، او انك تمشي على مواصفه راسيه زي انك تتكلم على الانشاءات هي انك انشاءات حاجه خاصه النفط والغاز حاجه خاصه كذا 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 1 2 3 4 5 6 هذه كلها يعني اشياء فرعيه فنسميها اللي هي المواصفات الراسيه. تمام كده نعدي الصفحه دي. اولويات الفحص هي الاولويات اللي بتبرز يعني انا كموظف اوشا يعني سواء كنت موظف اوشا بمعنى الاوشا الامريكيه او اني موظف في وزاره الموارد البشريه السعوديه في الاو اس اتش يعني في السعوديه شال منها حرف الاي عشان ما تكونش كده يعني قبل من امريكا قال لك احنا لازم يكون عندنا فرق شوي فشالوا حرف الاي او اس اتش هذا دلاله وزاره السلامه والصحه المهنيه في وزاره الموارد البشريه. عندنا في مصر الطيبه المصريه في اللي هي يسموها إدارة السلامة المهنية، ما فيش كلمة صحة فيها في كلمة ثانية، إدارة السلامة المهنية اللي هي في القوى العاملة يسموها القوى العاملة في مصر مش العامة، في إدارة القوى العاملة وده بيكون فيها موظف في كل قسم من أقسام قسم يعني خاص بماذا الموظف مسؤول عن السلامة والصحة المهنية ودوره التفتيش والفحص وتلقي البلاغات المختلفة. وأولويات الفحص يا جماعة في هذا الأمر أنا أجدها أنها تكون على المواقع اللي فيها أخطار مرصودة إدارة ثغرات إدارة المخاطر يقدر أن هو يعرف أن أنت دائما بتتوقع خطر في مكان معين بتضع أولوية لهذا المكان هذه أولوية. المواقع اللي صدر فيها بلاغات سابقة في ناس بلغت في شكاوي جات أولوية، أو المواقع التي وجدت فيها مخالفات سابقة تمقيدها كمخالفة فأنت بتفتش للتأكد من إتمام التوجيهات نحو هذه المخالفات، وآخر شيء التفتيش الروتيني الاعتيادي اللي أنت عندك خطة كده ماشي فيها ماشي في الشارع صدفة معدي خبطت على شركة معينة أو مصنع معين افتح لي يا ابني أنا من إدارة الأوشا. وعلى ذكر هذه الجملة لو قال لك في مرة أنت في أمريكا اشتغلت أخصائي سلامة في أمريكا طلع أمريكا يا جماعة طالب أخصائيين سلامة من كل الجنسيات يعني بتفكر في الهجرة لأمريكا فأمريكا فاتحة المجال فكون أنك أنت فاهم سلامة وعملت مقابلات شخصية مع أي مصنع ممكن توصف كأخصائي سلامة في أمريكا. فلو خبط على الباب أحدهم خبط لك قال لك أنا من الأوشا ولابس اليونيفورم حق الأوشا ومعاه طبعا هو بيعلق أي دي في رقبته ويمثل إن هو من الأوشا وأنت قلت والله ما أقدرش أدخلك علشان المدير منعني أو قلت له مش عارف ممنوع او ما ينفعش ادخلك الا ما اخد موافقه الاداره او احنا النهارده اجازه او الكلام ده كله في هذه الحالات فانت وقعت نفسك ووقعت الشركه اللي انت شغال فيها في مخالفه هنتكلم عنها بعد شويه ما ينفعش انك تمنعه. هذه المخالفات والغرامات احنا قلنا ما ينفعش انك تبدا تتكلم عن السلامه كفقط تكونها ثقافه كفقط تكونها نصائح لازم يكون هناك درع وسيف لازم يكون هناك مخالفات تقدر انك انت تخوف فيها الجهات المختلفة وتقول لهم stop you need to pay او لا اطلع على السجن go to prison انك عندك مخالفة. تمام فهذه المخالفات هي الرادعة اللي هتمنع تكرار تكرارها كمخالفات خاصة بالسلامة. والغرامة اللي يسموها الفاين تمام او الفاين دي او الغرامة دي المبلغ اللي هتدفعه الشركة لأنها خالفت. فخالفت إيه بالضبط؟ المخالفات تقسم في أمريكا كمخالفات غير جسيمة ومخالفات جسيمة. والمخالفات الغير جسيمة هي المخالفات التي لها علاقة مباشرة بالسلامة والصحة المهنية ولكن من غير المحتمل لا من غير المحتمل أن تؤدي إلى الوفاة.
او الاصابات البليغه، يعني هو صنف المخالفات بناء على الاحتمال على النتيجه بتاعتها، ايش اللي ممكن ينتج عن هذه المخالفه، وفاه كذا مش عارف ايه. لكن المخالفات الجسيمه قال لك لا، فانت لولا ان ربنا ستر هذه المخالفه، مش حتى لو سبب، حتى لو في احتمال ان تسبب هذه المخالفه تسبب وفاه او اصابه بليغه او اصابه جسيمه. بينما النوع الثالث عندي ودي المخالفه المتعمده، الله يعني انت عارف اللي فيها وتتعمد ان تخالف. لا تعالى، زي مثلا في المرور واحد سايق باتجاه عكسي وشايف اللافته قدامه اني ممنوع الدخول ودخل، هذه مخالفه متعمده، لو سبب فيها وفاه لا ده يعني موضوع حيكون في ديه كبيره وسجن بعشر سنوات وقصه كبيره في هذا، وطبعا منع القياده مدى الحياه. تمام، فهذه المخالفة المتعمدة. هلاقيت ان هنا في المخالفات المتعمدة قيمة المخالفة عالية جدا، عليك انك انت كأخصائي السلامة تشوف الدول الاخرى كأفضل ممارسات ايش مطبقة من ارقام المخالفات، لان الدولة كدولة بتضع مخالفات قومية لأي حد يخالف من الشركات المختلفة داخل نطاق هذه الدولة، وايضا الشركات أو الجهات أو المنظمات الحكومية والربحية والغير ربحية والخاصة عليها أن تضع جدول مخالفات ماشي لا يتعارض مع القانون المحلي والوطني في هذه الدولة، جدول مخالفات هذا أوكي تضع الدولة لمن يخالف من موظفيها تعليمات السلام. كل واحد بضع مخالفاته ولائحة وجدول مخالفاته على حسب النطاق العامل فيه. فالدولة هنا لما حطت المخالفات قسمتها الغرامات، يعني قسمت الغرامات على حسب نوع المخالفة، وقالت المخالفات إما جسيمة أو غير جسيمة أو متعمدة. تمام باشمهندس؟ المخالفات المكررة اللي هو ما بيتعلمش من أخطائه، اللي هو مصر، اللي هو مصر يعني خلاص أنا هعملها برضو هعملها تاني، مش يعني المخالفة الغرامة الأولى ما أثرتش فيه، طب البني ادم اللي زي كده ده لازم كمان يجي عليه زياده، يكون في مضاعفه للمخالفات، تجد ان المخالفات المكرره مضاعفه. طيب هل من ضمن العقوبات والغرامات الصادره عن الاوشا هل من ضمنها في حبس سجن؟ نعم ام لا؟ نعم. ليش جهه فدراليه؟ جهه قوية تودي السجن. مخالفات السلامه في امريكا موجود من ضمنها ما يؤدي الى السجن. زي ايش المخالفات اللي تؤدي الى السجن وفقا للأوشا؟ رقم واحد المخالفة المتعمدة التي ادت الى احداث وفاة او اصابة بليغة، يروح المسؤول عن هذه المخالفة تمام ايا مكان، مدير عام الشركة، مسؤول السلامة، مدير الصيانة، واحد اثنين ثلاثة اربعة اشخاص يتم تحديدهم بعد التحقيقات المختلفة، وعلى السجن go to prison. رقم واحد. رقم اثنين يا جماعة التزوير، انت اصلا الاوشا دي بتطلب منك كل شوية تقارير، هتزور في اي معلومات او تقارير للاوشا go to prison، مفيش هزار اوكي، زي بنك الحظ اذهب الى السجن. تمام، الحاجة التالتة هتمنع موظف الاوشا او تتعدى عليه برضو go to prison، اذهب الى السجن، منهزرش ده موظف حكومي فدرالي، تمنعه من الدخول او تعرقل عمله او تقول له ما تتكلمش مع الموظف الفلاني او ما تقعدش مع العمال على جنب، كلمهم قدامي هنا في المكتب، لا go to prison اذهب الى السجن. تمام، فدي كلها يعني فيها ادانه وفيها سجن. تمام، تسمى هذه الادانه الجنائيه، هي تدخل السجن نسميها بالادانه الجنائيه. قلنا ان الاوشا تعتبر في امريكا انها جهه استشاريه، وايضا هي فيها برنامج تطوعي زي برامج التطوعيه اللي موجوده في الدفاع المدني في السعوديه او الجهات المختلفه في الدول العربيه، هذه عندهم برضو برنامج تطوعي الاوشا، وايضا البرامج الخاصه بالتدريب المختلف. كده يا جماعه احنا خلصنا المحاضره الخاصه بالاوشا واللي اتكلمنا فيها فقط عن يعني ايه اوشا، ايه هي الاوشا في امريكا، وإيش الغرامات اللي فيها كتجربة أمريكية
انت كحد عامل في مجال السلامه لما تيجي تخش تكون عارفها، عشان تقعد مع مدير في السلامه، تقعد مع حد بروفيشنال في السلامه، تكون عندك الثقافه لمعرفه التجربه الامريكيه في مجال السلامه. واحنا طبعا هناخد بريك الان بعد هذه المحاضره، ونصلي العشاء، العشاء كده اللي عنده العشاء اذن، نصلي العشاء ونرجع بعد البريك ان شاء الله. مده البريك هذا 15 دقيقه 15 minutes for break، وبعدين نرجع. طبعا بعد البريك احنا هنتكلم عن الصحه المهنيه، اللي حب يعرف يحتاج الموضوع نرجع تاني ولا لا. هنتكلم عن الصحه المهنيه، والصحه المهنيه دي الشق الخاص بصحه الانسان اسمه السلامه والصحه المهنيه. السلامه جايه من اصابات، جايه من حوادث، جايه من ضرر معين فوري فورا، لكن الصحه المهنيه اضرارها بتكون يعني على المدى البعيد، بعد شهور من العمل، بعد سنوات من العمل، بعد اسابيع، اي مكان، بالاصابه بمرض معين. هذا المرض يتعارض مع كلمه الصحه. احنا الصحه نسميها ويلنس مش هيلث. هيلث اوكي صح هيلث، لكن بالاضافه لتعريفها كهيلث، هيلث اللي هي الصحه انك صحتك تمام، في ويلنس. ويلنس دي معناها انك عندك العافيه، مش بقول لك الصحه والعافيه. الصحه اللي هي هيلث حط جنبها كلمة العافية اللي هي بالإنجليزي ويلنس، يعكسها أو يضادها في المعنى كلمة اسمها إلنس، جاي من المرض إلنس هذه تمام، اللي هي المرض اللي يجي الإنسان. فإحنا بنعرضها بكلمة ويلنس، فهنتكلم إزاي نمشي في اتجاه الويلنس وما نوقع في فخ الإلنس، لأن أي مرض مهني راح يجي راح يكون فيه تعويض للعامل، هذا التعويض راح تدفعه الشركة. فإحنا عشان يعني ما نوقعش في فخ التعويضات، وحتى مش بس هذه الزاويه، هذه الزاويه اللي تهم اصحاب العمل، لكن اللي يهمك انت كعامل وان كنت غير مختص في مجال السلامه والصحه المهنيه، يهمك تعرف يعني ايه مرض مهني، وان اصبت بهذا المرض نتيجه لمهنتك كيف تطالب بتعويض، كيف تقول له والله انا ممكن هذا المرض يسبب لي عدم العمل، اقعد في البيت، فتاخذ منهم معاش شهري مدى الحياه نتيجة لأن هذا المرض سبب لك تقاعد مبكر، تثبت ده بتقارير طبية وما إلى ذلك. هذا راح نتكلم عنه بالتفصيل في المحاضرة القادمة تمام، عن الصحة المهنية وإيه الأمراض وإيه هي الطرق المختلفة لتفادي هذه الأمراض. نعود بإذن الله بعد البريك في تمام الساعة كم الحين؟ 9:10 إن شاء الله. فضلنا كلمة في المحاضرة الأولى عن فوشا، باعتبار أن هي موضوع الدورة وهي مصدر المحتوى التدريبي اللي احنا بنتكلم عنه. والجزء الثاني من اليوم اللي هي المحاضرة الثانية هنتكلم فيها عن الصحة المهنية اللي هي الاكوبيشنال إلنس. ما فيش شير سكرين تشتغل يا فندم؟ الشير سكرين لسه ما اشتغلش. أنا مستني أحمل والله يرفع شوية. الموضوع بتاع الهايجين او يسموه الاندستريال هايجين، اندستريال هايجين، واحيانا بيسموه الاوكيوبيشنال سيفتي، واحيانا بيسموه الورك بليس إلنس، اسمه كده الورك بليس إلنس. سواء كان اي مكان المستوى او المسمى بتاعه ايه، في النهايه المقصد والمعنى به هو الحفاظ على السلامه والصحه المهنيه لجميع العاملين. يعني أنا النهاردة عايز أصل إلى ألا يكون العمل أو بيئة العمل أو موقع العمل سبب مباشر أو غير مباشر في إصابة أحد العاملين بمرض مهني. طب هو يعني إيه مرض مهني؟ ماذا أعني بكلمة هو المرض؟ يعني إيه الإلنس هنا في هذه الحالة، مرض مهني أو الإكوبيشنال إلنس؟ أي مرض، أي مكان، مرض عضوي، مرض نفسي، شوف أقول لك النفسي يعني الاكتئاب النفسي، موظفة سعودية بسفارة كوريا الجنوبية أخذت تعويض تقريبا على ما أسمع ما يوازي مليون ريال، ما يوازي مليون ريال تعويض لما أصابها من اكتئاب ومن مرض نفسي أثناء عملها كموظفة بالسفارة الكورية الجنوبية بجدة، القنصلية الكورية بجدة. رفعت قضية في المحكمة الكورية هناك في بلدهم وبشهود من زميلاتها، يعني أبرزت ما أصابها من مرض نفسي نتيجة لعملها بهذا العمل، والضغط اللي كان عليها من مديرها وأسلوب التعامل اللي كان يضايقها، فبالتالي يعني أخذت هذا التعويض. إذن المرض النفسي يشمل المرض المهني؟ نعم،
المرض النفسي ايضا يشمل الامراض المهنيه وليس فقط الامراض العضويه، ليس فقط الامراض العضويه. فاحنا نعرف الصحه المهنيه ان هي علم متعلق بالتوقع والتعرف والتقييم والسيطره، والعناصر دي اللي هنتكلم فيها معاكم الان. فقلنا هي العلم يتعلق بالتوقع والتعرف والتقييم والسيطره على ظروف العمل المختلفه التي قد تؤدي الى اصابه العاملين وتعرض صحتهم للخطر. احنا كده بندرس بمعنى ان احنا بنشتغل على ما هو التوقع وكيف نتعرف وكيف نقيم ونسيطر تمام على موقع العمل بما يمنع اصابه اي العاملين بمرض اي مكان عضوي او نفسي. بالاضافه لاخصائي السلامه والصحه المهنيه في الموقع عندي مسمى قد لا يكون منتشر او دارج في مواقع العمل المختلفه اسمه اخصائي الصحه المهنيه. يعني انت عايز تقول لي ان الشركه هتوظف اخصائي سلامه وهتوظف اخصائي صحه مهنيه، اقول لك والله هو ده المفروض، وان كان غير دارج وغير منتشر ويعني مش هو المعتاد، ولكن المفروض انه ايضا ومفيش قانون سواء كان سعودي او مصري بيتكلم فيما يتعلق بانك لازم توظف اخصائي صحه مهنيه. ولكن في حال ان كان اخصائي السلامه هو ذاته اخصائي الصحه المهنيه وشغال الاثنين مع بعض اخصائي سلامه وصحه مهنيه، فهو بيستخدم القياسات البيئيه. هي القياسات البيئيه انك تجيب جهاز قياس لشيء ما في بيئه العمل، هذا هو القياس البيئي. والطرق التحليليه تحلل هذا الامر لتحديد لاي مدى يتعرض العاملون لمخاطر العمل. هي معلش اعتذر لانها لا العاملين، لان العاملين هنا تعرب مفعول به ولا فاعل ولا هو نائب فاعل. بحب اللغه العربيه جدا يعني تفرق معايا الحاجات دي. طيب اتوقع ان هو يتعرض العاملين لانها مفعول بها المعتقد لمخاطر العمل، ومن ثم يقوم باستخدام طرق السيطره المختلفه للسيطره على هذه المخاطر ومنع تعرض العاملين لمخاطرها. التعرف، هذه اول مرحله من دراسه الصحه المهنيه في الموقع. نبدا بالتعرف. بتفكرك بالمخاطر، فاكر حد منكم درس اداره مخاطر قبل كده؟ تفتكروا اللي درس اداره مخاطر يكون عارف ان اول مرحله وخطوه في اداره المخاطر هي التعرف. احنا نسميها هنا ريكوجنيشن. ريكوجنيشن دي هو مرحله التعرف في ما يتعلق بالصحه، بنشوف ايه هي المخاطر الكيميائيه والفيزيائيه اللي هي الطبيعيه يعني، والبيولوجيه والارجونوماتيه او مخاطر الارجونومكس. والارجونومكس دي بيسموها مخاطر يعني الجهاز البدني للجسم، وليها شق نفسي الان صار التعديل الاخير لمواصفه الاوشا ولمواصفه الايزو 45001 اضافوا الشق النفسي اللي هو سيكولوجي ده تمام، اضافوه للارجونوميك وصار مشمول ضمن الارجونوميكس. فالاربع انواع دي اللي هي الكيميائي والطبيعي والارجونوميتي او الارجونوماتي او الارجونوميكس هي مكانات عجميه يعني. فحنقول نبدا بالمخاطر الكيميائيه. المخاطر الكيميائيه احاول اشيل في طريقه اني اشيل بيها الشريط بتاع مش عارف. طيب المهم المخاطر الكيميائيه دي غالبا ما بتنشا عن استنشاق مواد كيميائيه على شكل ادخنه، غازات، اتربه، ادخنه، رذاذ، او ملامسه الجلد المباشر لهذه المواد. ليش اخطر انواع الحروب يا جماعه؟ اخطر انواع الحروب الحرب الكيميائيه. الحرب الكيميائيه بين الأسلحة الكيميائية في الحروب مجرمة وممنوع استخدامها دوليا، نتمنى يعني بس ما بيحصلش. اوكي ممنوع استخدامها دوليا. لما له من قوة رهيبة لهذه الأسلحة واللي هي بتستند أساسا على مواد كيميائية زي غاز الكلور. شفتوا الحادث الأليم اللي صار بالعقبة بالأردن، ميناء العقبة. هذا الحادث نتيجة لأخطاء في التصبين، والتصبين هي رفع وتنزيل المواد. أخطاء في التصميم في الميناء نتجد عنها سقوط حاويات. أول شيء من الأساس عند تحميل وتنزيل مواد خطرة يجب إخلاء الموقع لتقليل عدد الأشخاص المعرضين للحادث. ده بنسميه إحنا ريسك ميتيجيشن في علم إدارة المخاطر يعني تمام.
فللاسف كان في اشخاص كتير في الموقع وفقا للفيديو. فدول قالهم تسمم نتيجه لاستنشاق ماده كيميائيه خطيره. هذه الماده يا جماعه كانت على شكل ابخره ولا غازات ولا اتربه ولا ادخنه ولا رذاذ؟ غاز الكلور، الكلور في الحاله الغازيه. اوكي، الكلور في الحاله الغازيه. طيب احنا في البيت ممكن برضو نستنشق الكلور في البيت في المنازل يا رب المنزل. ازاي؟ ان يكون الكلور على شكل ابخره، يعني مش لازم يكون على شكل غاز علشان يسبب هذا التسمم، ايضا لو كان على شكل ابخره. فوجود الكلور على شكل ابخره يسبب هذا العرض ايضا. وبتعتمد درجه الخطوره لاي ماده كيميائيه معايا هم شقين لخطوره المواد الكيميائيه: التركيز، تركيز الماده، ومده التعرض لهذه الماده، مده تعرض الماده وتركيز الماده. أي المداخل اللي ممكن تخترق من خلال المادة الكيميائية جسم الإنسان؟ عندك الاستنشاق، شم كده النفس ده، الامتصاص، وده له مدخلين: الجلد والعين. علشان كده دايما يكون في محطات غسيل عين، دايما تلاقي أي مستودع كان كده فيه مادة كيميائية يكون في ما يسمى بمحطة غسيل العيون. شوفوا كده صورتها، لو دخلت شفت الصورة بتاعتها دي، علشان يتم غسل العين فورا عند ملامستها لاي مواد كيميائيه. البلع، والبلع ده يعني ممكن برضو ان واحد بيدخن سجاير فايده فيها ماده كيميائيه. ايده ما الامتصاص ما حصلش عن طريق الجلد، حصل عن طريق البلع. الجلد ما كان لابس جلافز في ايده، والجلافز فيه مواد كيميائيه. فالسجاير اللي هو بيشربها حضرته بتلامس صوابعه اللي فيها الماده الكيميائيه، بالتالي بتدخل على الشفايف ومن ضمنها تدخل على جسم الانسان بشكل مباشر. الحقن الخاطئ، وده نتيجه للمواد الحاده: زجاج خاص بعبوات مواد كيميائيه، هذا الزجاج سبب جرح في الجسم، فهذا نسميه بالحقن الخاطئ لنفاذ هذه المواد، لنفاذ المواد الكيميائيه عن طريق الزجاج المشطور هذا، تمام، او المنفور يعني الى الجلد، وما يسبب الى دخول المواد الكيميائيه عبر عبر الوريد، دخول المواد الكيميائيه عبر الوريد. هذا نسميه اكسيدنتال انجكشن او الحقن الخاطئ اللي هو غير مقصود. مثل الحقن، مواد دخلت عن طريق الوريد. شكرا على المعلومه اللغويه. ما غركش يعني ان انا اخطات في حاجه، انا الحمد لله جايب النهائيه في الثانويه العامه في اللغه العربيه الحمد لله يعني. المهم البرايمري روتس اوف انتري زي ما احنا شايفينها، اللي هي مداخل المواد الكيميائيه لجسم الانسان، اما عن طريق الوريد او عن طريق البلع الى المعده او عن طريق التنفس في الاستنشاق او عن طريق الجلد والعين. الاستنشاق هو الاسرع وهو الاكثر انتشارا لدخول مواد كيميائيه ضاره الى جسم الانسان. والاستنشاق اللي ممكن حضرتك تشده كده تاخد نفسه اشبه ب يعني يجيك ايه قبلك ايه مثال بالارجيله او الشيشه. انت بتعمل ايه في الشيشه؟ انت بتسحب نفس، صح؟ النفس ده بالنسبه لك بيحتوي على ابخره وغازات معينه، ويسيبك من الدخان اللي طالع. الدخان ده مش قصتي على فكره، ما بتكلمش في الدخان خالص، انا بتكلم على فكره التبخير اللي بتحصل. وانت طبعا بتاخد النفس وانت ما بتدرسش الحاجات دي كلها ولا في دماغك اصلا، لكن فيزيائيه هذا الامر يشبه نفس الشيء. طيب هل تمر مواد صلبه عبر الجهاز التنفسي؟ نعم، المواد الصلبه الدقيقه تمر عبر الجهاز التنفسي وبتسبب بلاوي وكوارث اكتر بكتير من المواد اللي هي الغير صلبه زي المواد الغازيه اكتر. ولكن البلاوي اللي نتج عنها خطورتها يعني تكمن في ان هي اثرها مش فوري، مش زي غاز الكلور فورا يتنقل للمستشفى على طول، لا بتاخد فتره في الجسم لحد ما بتسبب تليف كامل في الرئتين. المواد الصلبه اللي ممكن تدخل عن طريق جسم الانسان، عن طريق عفوا الاستنشاق الى جسم الانسان: الاتربه، الادخنه، الرذاذ، الالياف، الفايبرز. عشان كده يجيني واحد يشتكي يقول لي يا اخي والله عندي حساسيه. اقول له ليه؟ يقول لي بكون شغال في المغلق اللي هو يتم تخزين فيه الغلال المختلفه زي القمح، الارز،
العلف، علف الدواجن بالذات، العلف، علف ده داهيه، او المكان يا جماعه اللي فيه المحلج بتاع الاقطان، القطن، الاقطان هذه بتحط الجماعه اللي هم من الدلتا اللي في محافظات الاسكندريه والغربيه طبعا، المنوفيه والدجهليه، عندكم انتم القطن يتم تخزينه في محارج وغيرها، هذه في غايه الخطوره لوجود الالياف اللي فيها، غايه الخطوره اما من ناحيه التنفس على جسم الانسان او من ناحيه احتماليه اندلاع حريق. اوكي، كمان عندك اللي هو الذره، اي ماده تلاقي فيها شوائب في الهواء كتير، هذه الشوائب في الهواء حضرتك احنا بنسميها الياف او فايبرز. عندك الرذاذ، مستم الرذاذ المتناثر ده، الادخنه او الفيومز المختلفه، دخان بانواع مختلفه، الاتربه، الدخان ده يشمل البخور، يشمل البخور. اوكي، الاتربه، فانت في النهايه لازم تعرف انت ايه اللي بتستنشق، الدخان، دخان ايه؟ الدخان يا جماعه هو احد صور المواد الصلبه، فانت ما تفرحش بالريحه الحلوه وانت بتاخد نفس العود على 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 خشمك او على مناخيرك على طول. اوكي، لا انتبه، انت بتدخل جوه جسمك ماده صلبه، فما تاخدهاش مركزه. يعني استمتع بالهواء العادي اللي فيه ريحه البخور او العود، بس ما فيش داعي انك تيجي فوق المبخره وتاخد ايه؟ نفس، انت كده بتدمن يا حبيبي، انت كده بتدمن، انت كده داخل. ايضا ضمن المواد الصلبه المستنشقه، الاتربه بالذات اللي ساكنين في الرياض، وما ادراك ما عواصف الرياض. عشان كده طبعا العلم، الكمامه اللي كانت دارجه لاستخدام كورونا اللي هي لونها ازرق دي، دي مصممه فقط لمنع المواد الصلبه من الدخول الى الجسم. معلومه مهمه احب اضيفها، وانا قلت قبل كده في المحاضرات اللي يمكن اتوقع اسمائكم اغلبكم مالوف عليا وحضرتوا معي محاضرات سابقا، ان هذه الكمامه هي صالحه فقط للمواد الصلبه زي الاتربه والادخنه والرذاذ والالياف، ولكنها هذه الكمامه لا يمكن ان تصمد لردع المواد الاخرى زي المواد الغازيه، الغازات المختلفه. طب هو ايه الفرق بين هذه المواد وليش هذه الكمامه تصلح او لا تصلح لقطر الماده اللي بتتكلم عنها حضرتك؟ قطر الماده دي، المواد الصلبه دائما هي تنتج زي المواد الاتربه، يعني الاتربه المواد الصلبه، الاتربه بتنتج كمواد صلبه عن عمليات تفتيت وطحن المواد العضويه وغير العضويه. ايه يعني عضويه وغير عضويه؟ حتى لو انك مش دارس كيمياء المفروض تكون فاهم هذا الفرق، ان المواد العضويه التي نتجت من من تحلل كائن حي نسميها عضويه، تحلل كائن حي، اوكي، اي من كان ايه نوع الكائن ده، نون اورجانيك او غير عضويه، دي بتكون لا ما لم ينتج عن تحلل كائن حي. اوكي، المايكرون هو وحده قياس دقيقه للمسافات اللي هي جدا جدا دقيقه وبسيطه. فانا بقيس عندي حجم الاتربه من 1 من 10 مايكرون لحد اقصاها حصوه، بقى ده مش حصوه يعني اللي هي تسد مناخيرك دي كده وتحس ان انت كده عايز نشوق تعطس بشكل هستيري، هي لحد 25 مايكرون. الاتربه اللي ممكن تدخل معاك الى الجسم هي ما هي دون 10 مايكرون، لان اكثر من 10 مايكرون لن تعبر معاك الجيوب الانفيه او اللي هي اللي يسموها الخيشوم الداخلي، تمام؟ لن تعبر معاك اقل اكثر من 10 مايكرون لن تعبر، لازم احنا نركز على الاتربه اللي هي تحت ال 10 مايكرون. يقول لك وهذه اخطرها تجدها دايما، يقول لك والله شوف الاضطراب خفيف، الاضطراب لدرجه انك انت تشوفه في الهواء الجوي على شكل شبوره او على شكل رطوبه في الهواء، مش على شكل تراب او عصف ترابي. اوكي، لان الاقل من 10 مايكرون هتترسب معاك في الحوصلات الهوائيه وهتسبب مشاكل في الرئتين. اللي بيقعد يرش ميه كده وشايف التراب حواليه ينتبه، يلبس كمامه، اعتبر ان هو قدام كورونا، مع ان الكمامه هذه ما لها علاقه بالكورونا اساسا، هي كمامه جايه عشان التراب من الاخر. اوكي، الادخنه، الفيومز، الادخنه تبخر المواد الصلبه، يبقى اذا الماده الصلبه تتبخر ومن ثم تتعرض للتكثيف، تكثيف هذه الماده يولد ما يسمى بالدخان او الادخنه، ودي دقيقه، ان كان التراب احنا بنتكلم في اقل من 10 مايكرون، فالدخان في العادي هو قطره اقل من 1 مايكرون. ولا تعتبر الادخنه والغازات من هذا النوع من الادخنه، نميز
طبعا اخطر الادخنه هي تلك الادخنه الناتجه عن انصهار المعادن، بالذات في اللحام، بالذات في اللحام. لما تشوف اعمال اللحام انتبه ان لازم من ضمن البي بي اي او مواد الحمايه الشخصيه اللي بيرتديها عامل اللحام هي الكمامه، وليس فقط النظاره زي ما هو شائع. لا، المواد الحمايه الشخصيه عند اعمال اللحام تختلف عما هو دارج وهو منتشر. احنا المنتشر عندنا للاسف العامل المسكين اللي هو يعني عايز يجري على لقمه عيشه، بيشتغل يوميا ب 200 جنيه ولا 150 ريال ولا 20 ريال مقابل لحام بعض المواد الموجوده في الورشه، يضحي بعينه، يضحي ببصره مقابل هذا المقابل الهزيل، يضحي باحتمال التسمم واحتمال اصابه الرئتين بامراض مختلفه. ايه اللي جايبه هو بالمهمات وقايه شخصيه؟ جايب نظاره من على الرصيف ب 10 جنيه 10 ريال نظاره ما لهاش اي قيمه، يقول لك انه كده تمام، مع ان نواتج اللحام هي نواتج كارثيه. وانت كمسؤول سلامه او كاخصائي سلامه تروح له تنصحه عشان مصلحته هو، وهو المستفيد الاول والاكبر من التعليمات الخاصه بالسلامه، ما يسمعكش ويفتكر ان انت بتعطل شغله، ويفتكر ان انت مش عليه، ويفتكر ان انت بتفلسف عليه وانك مش 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 سايبه يشتغل في حاله. يا اخي الفاضل، هذا لمصلحتك، هذه لحماية صحتك، حماية يعني انت في النهاية انت عائل وأسرة. لما تبص على القريبة انك انت موفر في كذا وموفر في كذا وشغال في اعمال لحام وتضيع صحتك على المدى البعيد، وفي الاخر تروح تلف على الجمعيات عشان يساعدوك لانك انت تعطلت عن العمل نتيجة لحادث مهني. لو انك تعمل بشكل نظامي، ولو انك تعمل وفق نقاط السلامة، حتى لو صار لك حادث مهني لن هتخسر طبعا من ناحية المعنوية، ولكن من الناحيه الماديه لن تكفل شيء. في النهايه في شركه راح تتحمل راتبك مدى الحياه. اغلب الحالات اللي اشوفها رايحه لجمعيات ورايحه لمساعدات ماليه يقول لك لان العائل الوحيد حدث له حادث مهني اثناء اداء عمله فخسروا مصدر الدخل الوحيد المصري. لو هناك عداله حقيقيه هذا غير منطقي ان يحدث. الرذاذ او المسك، الرذاذ أو النست هو عبارة عن قطرات من السوائل العالقة بالجو. أشبه ما يكون يا جماعة الرذاذ أو النست ده بالمراوح اللي تشوفوها في مكة وفي المدينة المنورة اللي في المسجد النبوي والمسجد الحرام، تجد أن الهواء يتم ترطيبه بهذا الرذاذ. ولكن هذا رذاذ مية عادي، المية فيهاش مشكلة. المشكلة يا جماعة في رذاذ الأحماض، رذاذ الأحماض هذا هو الكارثة. أي أحماض يحصل لها عملية التضبيب هذه المعروفة هي في النهاية قاتلة وسامة، ودي موجودة في طلاء المعادن والطلاء بتاع السيارات. عشان كده العامل اللي شغال في ورشة الطلاء تمام هذا معرض لمثل هذه المخاطر. وأنا كنت طبعا مشارك في الحملات التفتيشية اللي كانت تعملها وزارة الموارد البشرية على الورش، تقطع الورش الصغيرة. قالوا إحنا كوزارة مركزين كل شغلنا على المصانع الكبيره ورايحين جايين عليهم، مع ان الاخص في التركيز المفروض يكون على الورش، لان المصانع الكبيره دي فيها اخصائيين سلامه، فيها اداره سلامه رايحين جايين عليها راح يراقبوها. لكن الورش هذه لا يسري عليها قانون توظيف مسؤول السلامه بحكم ان هي فيها اقل من 50 عامل وموظف في الاغلب، فبالتالي انا اروح افتش عليها بشكل اكبر لان هي اللي فيها المخالفات. وحصل فعلا، رحنا عملنا جولات تفتيشيه لورش السيارات وركزنا على ورش الدهان، بالذات ورش الدهان اكتشفنا ان السلامه المهنيه هناك صفر، وتم تحرير المخالفات وتم استدعاء اجباري لجميع العاملين في هذه الورش للحضور الى ندوه مجانيه اجباريه في وزاره الموارد البشريه. حط لهم قاعه كده على نفقه الوزاره وخذوها، ولكن كان في تحضير بالاسماء، واللي ما كانش بيحضر كان بيتم ايقاف ملف العمل له تمام، ان لازم يحضر ويحضر هذا الورش علشان يعرف المخاطر الموجوده من رذاذ هذه الاحماض والمتعلقه بمكان عمله. الفيروس، الالياف هي مواد صلبه دائما بتكون طويله طول، زي ما اتكلمت عنها الالياف الموجوده في الاغلال، القمح، الشعير،
البطن هذه كلها، وتضيف عليها في ورش السيارات اللي فيها فايبر جلاس وصنع فايبر جلاس مختلف. طبعا الياف الاسبستوس هي الاخطر، اخطر انواع الالياف، ودي غالبا تم منع التعامل فيها بشكل كبير. يعني كان زمان يصنع منها المواسير حق الصرف، مواسير الصرف كانت تصنع من هذه الماده، تم ايقاف العمل فيها. كانت تصنع تستخدم ايضا في تصنيع الطبقات العازله، طبقات العزل هذه اللي تشوفوها عزل الميه والمطر وكذا. فكان الاسبستوس هو الاخطر على الاطلاق، وتم الان مراجعه التعامل فيه والعمل وفقه. الغازات والابخره، ودي في النهايه هي موائع ليس لها شكل محدد، ولكنها موجوده في الهواء الجوي، استنشاقها يسبب كوارث. اخطرها وغاز الاستيلين، غاز الاستيلين غاز سام خطير جدا. بينما الابخره هي شكل متبخر موجود في الهواء زي المذيبات العضويه، وموجوده في خلال الضغط العادي، شكل بخار ماده معينه زي بخار الكلور كنت اتكلم عنه في البيت عندك. الكلور ممكن يحصل له تبخير، الكلور لو هو خفيف يعني موجود كده بشكل صغير ويحصل له تخفيف، يحدث تخفيف، يحصل له اسف تبخر، فانت تشم البخار ده. البنزين اكثر ما يتبخر عند درجات حراره منخفضه ويتبخر في الظروف العاديه والضغط العالي هو البنزين. عشان كده انفجار خزانات البنزين تحت الارض يحدث نتيجه لان تصميم الخزان او الحجم التصميمي للتخزين والخزان معمول على البنزين في الحاله الصلبه، في الحاله السائله، اعتذر اسف، الحاله السائله. ولكن اللي بيحصل ان البنزين بيحصل له تبخر فبيتحول عندك الى الحاله البخاريه، فالبنزين في الحاله البخاريه لن يسعه الحجم الموجود في الحاله السائله، بياخد محتاج حجم اكبر، فالخزان ما يكفيش مع الحراره العاليه وزياده تبخر البنزين يحدث انفجار. صوت واضح ولا في شيء؟ تمام. الرصاص يا جماعه من المواد الخطيره اللي بيتم التعرض ليها، وده مرتبط معايا انا كدوله لما بتعامل مع هذا الخطر او مصدر الخطر هذا اللي هو الرصاص، دايما بركز على المصادر. ما المصادر التي يخرج منها التعرض للرصاص؟ عوادم السيارات. عوادم السيارات هي احد اخطر هذه المصادر، عشان كده السياره بتروح الفحص الدوري بيتعمل لها حاجه اسمها تحليل عادم. في الفحص الدوري للسيارات بيتعمل تحليل عادم. التحليل العادم ده للتاكد من نسبه الرصاص الناتجه في عادم هذه السياره يطابق للحد المسموح. طبعا انت عندك تعرض للرصاص بيبدا معاك من 3 الى 70 الى 80 مايكروغرام لكل ديسيلتر من الدم. طبعا انت دمك يعني كميه الدم في جسمك مش كبيره للدرجه ان انا اقيسها باللتر، يعني انا ما اقدر اقول دمك باللتر، دمك يمكن كل ما يجيش يعني 3 4 لتر، مش عارف حاجه يعني خلال كام 6 لتر 7 لتر، فانا مش هقيسك باللتر ولا حتى انا هقيسك بالديسيلتر. والديسيلتر هي السوائل المحدوده الحجم زي الدم في جسمك، تمام؟ وحده قياس الديسيلتر. فانا بشوف، وكمان الرصاص ما هواش يعني، ده انا عندي المايكرو جرام، عندك الجرام معروف، الملي جرام 1 على 100 من الجرام، اما المايكرو جرام فهو 1 على 1000 من الجرام الواحد. فانا يهمني كل مايكرو جرام، فانا بشوف كام مايكرو جرام لكل ديسيلتر، لان طبعا كميه الدم اللي اقدر اني احلل نسبه الرصاص في دم اي واحد زي ما بعمل تحليل الدم بشكل عام، واشوف كم نسبه الرصاص هذا. فكان في دائما تحذيرات على نسب الرصاص المختلف. انا عندي هنا في رينج ال 20 مايكرو جرام على ديسيلتر ببدا اعمل كوشن، ببدا اعمل تدابير احترازيه للتعامل مع هذه المخاطر، ولو اكثر من كده ممكن اصل لمرحله اخلاء الموظفين المكان التعرض هذا. طيب يهمك انك تعرف كحد بيدرس السلامه ما هي وحدات القياس لتركيز المواد الكيميائيه.
لان المواد الكيميائيه خطورتها بتيجي ناحيه حاجتين، تركيزها من ناحيه ومن الناحيه الثانيه مده التعرض ليها. فكيف يتم قياس تركيزها؟ يتم قياس تركيزها اما كجزء بالمليون اللي هي بارت بير مليون، وده بتلاقيه دايما على اللي هي زجاجات السوائل اللي انت بتشربها زي الميه. لو جبت الميه قاروره الميه اللي بريال وقريت المحتويات بتاعتها كده عليها، هتلاقي ان فيها معادن زي الصوديوم زي المغنيسيوم زي غيره، مقاسه بالبي بي ام اللي هي البارت بير مليون. اوكي، وعندك حاجه اسمها الملي جرام، الام جي دي المفروض ام سمول، يعني ام جرام هي ملي جرام بير كيوبيك متر، والكيوبيك متر ده وحده قياس حجم متر مكعب، حجم من الهواء، ده الكيوبيك متر او المتر المكعب. والمايكرو جرام هي كتله، كتله لماده صلبه تضرب مايكرو جرام، اشوف الهواء ده يحتوي على كام مايكرو جرام، كام ملي جرام اسف من الماده الصلبه هذه في كل متر مكعب واحد من الهواء. ده عشان خاطر اقيس الهواء الجوي لمكان العمل، هل هذا الهواء صالح للاستنشاق ولا لا. الاف بير سي سي، سي سي ده مش بتاعنا احنا، لا سي سي ده اللي هو الكيوبيك سنتيمتر، كيوبيك سنتيمتر اللي هو سنتيمتر مكعب، لان بتكلم عن حيز اصغر من الهواء. ليه اصغر؟ لاني الياف لالياف خطيره درجه ان اشوف المكعب الاصغر منها، مثل الاسبستوس وغيرها بشوف كام سنتيمتر في كل كام سنتيمتر مكعب في عندي كام من عدد هذه الالياف، وبيتم اخراج هذه القياسات عن طريق اجهزه قياس معنيه لاطلاع هذه النتائج. الاوشا كمنظمه حطت جرعات مسموح بالتعرض ليها، هذه الجرعات زي البي اي ال داش تي دبليو اي، ويعني بها متوسط التركيز المسموح للتعرض ليه. فانت لما تقرا الجمله دي لازم تكون عارف معناها ايه، عارف معنى البي اي ال داش تي دبليو اي اللي هو مسموح كم اقصى تركيز او كم متوسط التركيز المسموح له لو انا هشتغل 8 ساعات في اليوم على مدار 40 ساعه، وهي اكثر يعني اكثر شيوعا في القياس، اكثر حاجه بندور عليها دايما في السنه المهنيه بنشوف البي اي ال داش تي دبليو اي. تمام، وعندك في البي اي ال داش اس اي ال ده بيبقى، لا ده بيبقى حاجات لحظيه 15 دقيقه في اليوم بحد اقصى، داخل تجيب حاجه من المستودع وطالع. انت عشان تجيب الحاجه دي من المستودع وتطلع هتاخد كم وقت؟ هتاخد 15 دقيقه مثلا. هتدخل كم مره في اليوم؟ ممكن 4 مرات. فانا بحسب كم اقصى تركيز خلال هذه العمليه اللي هي ال 15 دقيقه، هتنزل تعمل جوبه صغيره وتروح وتيجي. البي اي ال داش سي ده اللي هو التركيز الغير مسموح بتجاوزه ولو ثانيه واحده، ولو ثانيه واحده. انا هشرح الان طريقه حساب متوسط التركيز في التبعات اللي هي البي ال تي دبليو اي، وراح اعطيكم عليها باذن الله واجب هوم وورك كده يعني تعملوه ان شاء الله من خلال مختلف حساباتكم لهذا. هذه طريقه حساب متوسط هو التبعات البي ال داش تي اي. انا باخد اصل تركيز المادة فمدة التعرض ليه واجمعها على باقي المواد. مثلا عندي مادة المفروض اقصى المفروض اني تركيزها وقت التعرض الى انا اعيد اني انا طريقة حساب متوسط التركيز دي بحسبها اني يهمني انا التركيز في الثمان ساعات قد ايه، حتى لو زاد انا عندي الماده دي نفترض انا اتعرض لاستنشاق ماده كلور، انا اتعرض لاستنشاق كلور ولكن تركيز هذا الكلور مخفف، وعندي قاعده بتقول اني انا اقصى مدى متوسط يا جماعه يعني مرتبط بزمن، متوسط زمني اقصى متوسط تركيز اتعرض له في 8 ساعات افتراضا هو 12 بي بي ام. فانا لازم احسب على مدار الثمان ساعات انا بتعرض لتركيز كام؟ فنفترض ان في الساعه الاولى انا تعرضت لتركيز 15، في الساعه الثانيه تعرضت لتركيز 10، في الساعتين اللي بعد كده تعرضت لتركيز 4، في الساعه اللي بعد كده تعرضت الى تركيز 5. فانا لازم اضرب تركيز كل واحده في المده بتاعت التعرض واجمعه على تركيز اللي بعدها في المده بعد التعرض. دي طريقه الحساب، دي طريقه الحساب. اوكي، هذا المثال انا طالب منكم تشتغلوه
وتجيبوا لنا الحل بتاعه لمادة التركيز بتاعها المسموح، الحد اللي هو المسموح بتاعها في الثمان ساعات 100 بي بي ام مادة ما. وجبت جهاز قياس لمكان العمل، لقيت ان في خلال اول ساعتين اداني قياس 150 بي بي ام، ودي كده تتعدى ال 100 بي بي ام. ولكن انتبهوا، لان في الساعتين اللي بعد كده اداني قياس النصف، اداني 75 بي بي ام، ونزل كمان في الاربع ساعات اللي بعد كده ل 50 بي بي ام. فانا كان الذروه عندي في القياس كانت في اول ساعتين عمل بس. فهل هذا يعني ان مكان العمل هذا امن، يعني يعتبر مسموح بالعمل فيه، ولا التركيز كده عدى عن المسموح اللي هو 100 بي بي ام؟ هرسل لكم هذا المثال سكرين شوت، او اللي صوروا منكم صوروا، واطلب منكم اجابته على الجروبات ان شاء الله. وبما يعني انتهاء حلقة اليوم وانتهاء محاضرة اليوم للسلامة والصحة المهنية، اشكركم جميعا على حسن الاستماع. وهذه المحاضرة الاولى ما حبيت تكون حجمها كبير او حجمها دسم، عشان الناس ما تخافش من السلامة وتخاف من موضوعها وتكمل معانا بقية الدورة على خير. الموعد القادم المفروض انهم جدول الجمعة، لكن انا بس اعتذر عن الجمعة القادمة. اوكي، راح يكون باذن الله الثلاثاء القادم زي النهاردة ان شاء الله في نفس التوقيت الساعة 8 علشان نكمل المحتوى الخاص بالدورة ان شاء الله. اي سؤال معاكم؟ انا دائما بترك الجزء الاخير من الوقت الاسئلة. فاي سؤال معاكم تقدر ان انت تكتبه او ترفع ريز هاند والمشرف يسمح لك بالجروبات ارسال اجاباتك. انا قلت بالجروبات الواتساب اللي انت تكون داخل عليها، كل انا في جروبات مختلفه يعني كلهم في جروبي في نهايه الدوره ان شاء الله. اذن نكتفي اليوم بهذا القدر، ونراكم باذن الله في المحاضره القادمه.